يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز إخراج الزكاة لمكاتب الدعوة التي تدعو إلى الإسلام؟ وما معنى قوله سبحانه في الصدقات وفي سبيل الله؟ سبيل الله في الجهاد، يعطى منها المجاهد ويشترى بها السلاح، فهي في الجهاد، مقصور على الجهاد في سبيل الله، مقصور على الجهاد. نعم. وأما الدعوة وأما الإحسان وجوه الإحسان الأخرى، هذه من التبرعات الصدقات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين الكفر والشرك؟ لو كان إن المراد في سبيل الله عموم أفعال الخير، ما لحاجة يذكر الثمانية هذه، كان كلها في سبيل الله. نعم.